أنا دكتور محمد الفقير الرضاع العام، دكتور في جامعة علوم التكنولوجيا في كلية الزراعة. وطبعاً الشعار اللي دائماً أخططيته لنفسي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقن. وإحنا الصحيح أننا بحاجة إلى الكثير من الإتقان في حياتنا بشكل عام. بدي أبدأ من الصغر، من أحلام الطفولة. تعلمنا منذ الصغر أنه يجب أن تحلم بالمستقبل على شكله الوردي وعلى شكله الجميل. وطبعاً إذا كنا سنحلم في يوم من الأيام بشيء، فكنا نحلم بأن نصبح طبيب، ما زبطتش مهندس، حاسوب للبلاش، أو صير رجل أعمال وبزنس ومال وإلى آخره. لكن ما بتخيل إنه حدا مننا كان في يوم من الأيام أن يحلم بهذا الشخص، مزارع. لأن معايير النجاح في المجتمع، الناجح هو الطبيب، فالمهندس أو خبير الحاسوب أو البزنس مان، ولا يعتبر مجتمعنا مزارعا ناجح، يعني بمعنى أنه نجح في حياته. وزي ما هو الجميع بيستنى لحظة التوجيهي واللحظات الحاسمة، وكنت أنا أنتظرها زي أي طالب توجيهي، ربما لم يتوقع الكثير ممن أعرفهم على الأقل أنه هذا الشخص ممكن يجيب معدل بالتوجيه كويس. فجبت معدل 95 الحمد لله رب العالمين، وكان هذا المعدل في ذاك الوقت كافي ويؤهلني للحصول على أي مقعد دراسي أريد. طبعا الجميع والله مبروك، معدل 95 وممتاز وكويس وإلى آخره، يعني شو طب إن شاء الله، مع أنه والدي كان يرغب أنه أنا أروح شريعة. لكن مع ذلك لما شاف المعدل عالي قال لي إذا ما بدك تروح شريعة طب، ما بدك طب روح هندسة. فأنا قلت لهم أنه اخترت الزراعة، وكانت مفاجأة الجميع. طب ليش زراعة؟ يعني ما هو وجهة النظر أنك تروح زراعة؟ على الرغم من أنه أنا بتذكر اللحظة اللي أنا جبت فيها معدل توجيهي وجيت على الدار مكيف. زمان كنا لما نجي علامة التوجيهي كانت تطلع بالمدارس، ما كانت تطلع الانترنت، تروح على المدارس وكشوف وطويل وإلى آخره. بالأخير لما حسبت المعدل وأنا طايع من المدرسة مروح بالسرفيس على الدار، طق 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 طق، ولا هني 95. أنا تفاجأت صحيح، لكن مروع الدار مكيف، جيت على أمي ولا هي نايمة الله يذكرها بالخير، فبصحي فيها بقول لها يمه صحيتي شوي؟ قالت لها أنا جبت 95 بالتوجيه. قالت لي مبروك يمه، ورجعت نامت. بعد ما صحيت كنا حكى التلفون مع أبوي، قالت له والله محمد جاب 95 بالتوجيه. قال مريح الله يعطي العافية. وأنا ضد النظريات التربوية اللي سمعتوها باي ذا واي، إنك يعني لازم إذا واحد سوى أي شيء وإذا فشل وإلى آخره. بجوز أنا عندي وجهة نظر مخايرة شوية. إحنا بزبط معانا إنه ما تخلي اللي قدامك يشعر إنه أنجز، يعني ما تعطيه حافز إنه أنت والله سويت شيء عظيم. لا، كل فوق تعبك لا يعطيك العافية. يعني إنه حتى تحاول دائما تحفزه إنه في لسه قدامه مجال، ما يشعر إنه خلص وصل نهاية الطريق. لا، في قدامك مجال لسه طويل جدا جدا جدا. فربما النظريات التربوية اللي تصلح في الغرب أنا متأكد تماما لا تصلح في مجتمعاتنا. لغاية اليوم ما زال الكثير بيلومني، يا جماعة الخير طب أنت يعني شو جبرك على هالسلافة هاي؟ كان ممكن تكون في حياة أكثر برستيج كثير من إنك تروح على الزراعة. لكن حصل، دخلت الزراعة والحمد لله وتخرجت بتفوق في البكالوريوس،
ما تغلبت كثير إن دخلت الماجستير على الرغم من المنافسة الشديدة في ذاك الوقت، ودخلت الماجستير وحصلت أيضا على درجة الماجستير بتفوق. بعد الماجستير ما في دكتوراه في الأردن، وأنا طموحي كان في الدكتوراه، بس ما في دكتوراه في الأردن وما في هالشغل العظيم جدا. والدي بعرف المجتمع هو واصل بالدولة، وكان سهل جدا ربما عليه إنه يأمنني بوظيفة بكل بساطة بكل سهولة. لكن بعد ما خلصت قلت له يا أبا أنا والله خلصت ماجستير. قال يا أبا الله يعطيك العافية. قلت له شو؟ قال لي دبر حالك. قلت له أنا نازل على الغور مزارع. قال لي ربنا يسهل عليك. فنزلت على الغور وعملت في الغور مزارع لمدة 3 سنوات. أول ما وصلت الغور العمال الموجودين، والمعذرة من الجميع الإخوان، العمال الموجودين معظمهم مصاروة. المصاروة هم سواقين الطواري اللي هي الطورية اللي هي الأداة اللي بيستخدموها مشان النكاشة. كل كولات فلاحين بس تعرفوش الطورية. أنا ابن عمان وابن الزرقاء، يعني تربويا نشأت في الزرقاء وفي عمان، فكان ربما أنا أكثر الناس أولوية أن يقول آل قلنا، لكن الحمد لله رب العالمين حافظت على الشاف. وأنا في محاضراتي في الكلية أتعمد، وبجوز في ناس إلا ما بيعرف، أتعمد أني أتحدث باللغة الفلاحية القح، وأتفاجأ بأن أولاد الفلاحين بيعرفوش ربما كلمات فلاحية أو ربما المصطلحات الفلاحية الدارجة في الزراعة على غيره. طيب، فالمصريين هم عمال الطوري وسواقين الطواري، فما في مزارع أردني يعني في ذاك الوقت على الأقل، الغالبية كانوا يعتمدوا على العمالة الوافدة، امسك هالطوري واشتغل. فحتى أنه أنا جديد على الموضوع، يعني مش جديد كثير، بس أنه على الأقل يعني تجربة جديدة. فكنت أنا أصر على أني أمسك الطوري وأشتغل زي المصري، مش لشيء ممكن أجيب واحد ويدفع المصاري إلى آخره، لا، بس لازم أعرف لازم أتقن الشغلة حتى أني أعرف هذا المصري أو هذا العامل بغشني ولا ما بغشني. إذا شغلته 8 ساعات باليوم وحفر لي 50 جورة شجرة، كويس ولا مش كويس؟ فصرت أشتغل بالطورية لدرجة أنه طبعاً إذا المصري جنبك أو العامل جنبك بيشتغل وأنت قاعد تشتغل بالطورية، مش راح يترك الطورية ويرتاح، مدام معلمه وقاعد بيشتغل راح يظل يشتغل. فوصلت فيهم آخر شيء يعني أنه مشان الله، يعني إذا أنت بتكيش ترتاح إحنا بدنا نرتاح، بدنا نقعد، بدنا نشرب كاسة شاي، بدنا ندخن سيجار إلى آخره. فأتقنت مهارة الطورية حتى أني أدرك تماماً شو العامل لازم ينجز لي في اليوم. سقت على التراكتر مش فقط مشان أحرث إلي، وإنما كمان حرثت عند الناس وبأجار، وهذا عند الناس معروف إنه شو اسمه؟ حراث. اللي بيشتغل للناس وبترك لهم هذا اسمه حراث، لا هو ابن وزير ولا هو معاه ماجستير هندسة زراعية ولا شيء، هذا حراث. اشتغلت حراث، كنا نودي الخضرة على السوق على الحسبة، واللي بودي خضرته على الحسبة بيحطها المساء وثاني يوم الصبح تتنباع الساعة 3-4 الصبح. المزارعين بيكون تعبان بيروح بيحطها الخضروات بيروح على الدار، ثاني يوم الصبح الساعة 9-10 يا إما بصح له طلعة على الحسبة يا إما بيحكي التلفون مع تبع الحسبة بيقول له بيش راحت البندورة؟ والله بربع ليرة البكسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسمع من الناس ثانيين إنه راهي في بندورة انباعت ب40 قرش، في بندورة راحت بنص ليرة. تبين إنه إذا أنت بتنام عند الخضرة وبتحضر البيع بيقدروش يغشوك. فكنت أنام بالبيكب على التندة بالصيف يا محلاها وبالشتوية يا ويلك. كنت أنام على الخضرة بالبيكب مشان أحضر ثاني يوم البيع. وكنت خاطب أيامها المدام، وكنت مرات أسهر عندهم للساعة 11-12 بالليل، وبعديها أكمل روحتي على الحسبة. أروح على الحسبة مشان أحضر مشان أتقن الموضوع، لازم أتقن كل عمليات الزراعة من الألف إلى الياء حتى أنا أتعلم كل شيء. في ذاك الوقت جانا واحد معه بربي نحل، فشفته هيك وشغال في النحل، عجبني سولفة النحل هاي. فالحمد لله أنه أنا مش زي اللبناني هذا اللي دخل في عشق الزبالة، أنا على الأقل دخلت في عشق
النحل والعسل إشي يعني بظل ألطف كثير. فتعلمت شوية نحل لكن بعديها ربنا يسر الأمور. وطبعا في ذاك الوقت اكتشفت أنه مستلزمات النحل اللي أنتم شايفينها طبعا هون، هذا بسموه البرواز الخشب وجواته شمع النحل والصندوق، هذا هاي أدوات يعني مش هالشيء العظيم، لكن اكتشفت أنه في الأردن هاي يعني شغلة عظيمة جدا وأسعارها غالية، فظلت علقانة في بالي أنه ربما الإنسان ممكن أنه يحدث نوع من الشيء في هذا المجال. بعديها روحت أكمل دكتوراه في أمريكا وظليت هناك 4 سنوات، وبعديها رجعت للأردن. بمجرد ما رجعت للأردن اللي كان ظل عالق في ذهني اللي هو موضوع النحل، فرجعت لتربية النحل بعد ما خلصت الدكتوراه، وأنا كنت في جامعة علوم التكنولوجيا طبعا. وهون صارت علامات التعجب أكثر وأكثر. طيب خلصت ماجستير وما لقيت الشغل ونزلت تزارع وغور وصوت حراث، طب هسا دكتور وبجامعة وما شاء الله عنك، وشو جابرك تلبس أفرهول مرقل وجزمة ولبس وسخ مرات يعني من الشغل وتتقروص؟ أنا اليوم الصبح نزلت على النحل، أنا اضطريت يعني ما قدرتش أحضر معاك الصبح، بس الصبح كان لازم، وعلمني النحل أنه لازم في أشياء لازم تكون يعني تماما بالوقت، وأكلت 2 3 قرص قبل ما أجي عادي جدا. وكان لازم طبعا تلبس الأفرهول وتشتري بيكب، وهذا يعني ربما قريب من البيكب اللي أنا بسوقه، فعادي جدا. مرات حتى ممكن يلاقوني ناس كثير بيعرفوني أنه هذا دكتور بالجامعة ولابس حالته حاله وسايق بهالبكم. انا بالنسبه لي كان عادي جدا، الناس يطلعوا بعلامات تعجب انه شو اللي جابره على السلافه هاي، راتبه كومه مصاري بهالجامعه وابوه وزير وخاله مفتي ومش عارف مين، طب شو اللي جابره هذا تمنه يساوي في حاله كل هذه الاشياء؟ طبعا لسان الحال انه كان بامكانه انه يكون في حياه افضل من هيك. في اثناء بحثي عن مستلزمات النحل تعرفت على احد المزودين الكبار بالنسبة لسوق مستلزمات النحل، وكان في فترته بيحاول أنه يعمل مصنع مستلزمات نحل في الصين. فأنا سألته وقتها قلت له طيب شو ليش ما تسوي هالمصنع هذا في الأردن؟ ما كان لي فضول أنا أساوي زي هيك شغلة، بس قال لي صعب، ما فهمت عليه أنا شو الصعوبة. فقلت له طيب تساعدني أنا أني أسوي هالمصنع هذا في الأردن؟ قال لي بساعدك. والزلمة ما قصر، ودالي الماكينات من الصين، والماكينات هذه طبعا عبارة عن ماكينات نجارة في الغالب، لكن تختلف قليلا عن الماكينات النجارة اللي بيعرفوها النجارين. وبعد ما جبت الماكينات وأسست الموضوع اكتشفت انه المعاناة قد بدأت حقيقة. المعاناة في الأردن مش انك تجيب الماكينة، المعاناة في الأردن بعد ما تجيب الماكينة. يعني ممكن تبذل مصاري والآخرة وجهد كبير وتجيب الماكينة، لكن بعدين بتصير عندك المعاناة ما بعد الماكينة. ليش؟ أنا مش نجار ولا أتقنت الشغلة هاي ولا بعرفها، بدك تجيب معلم. جبنا أول معلم طلع مش ولا بد، أول سنة رحت ما أخسر. طيب بدنا نجيب معلم ثاني، واحد دلني على نجار فنان قال لي هذا الزلمة يعني بيشتغل بحق الله. جبنا قلنا له يا عمي هيك هيك، قال ماشي. الزلمة فعلا طلع ماهر جدا وفنان واشتغل صح، لكنه فنان لدرجة أنه إذا بيعرف أنه الشغلة هاي بتنباع مثلا بدينار بيطلعها تكلفني 99 قرش، يعني اربح قرش. يعني اعطاني هامش ربح قليل جدا اللي انا ايش اظل يدوب بس ماشي، وهو طبعا المستفيد الاكبر. قلنا له يا عم بتوفيش معنا الشغله، قال انا سلام عليكم تركني ورحت. جيب نجار ثاني، صرنا بين خيارين، يا اما بتجيب واحد بفهمش وبتخسر، يا بتجيب واحد بفهم وبرضه كمان ما بتربحش. في فترتها واحد كان بيسولف لسولافة، وهون دور الاستفادة من تجارب الآخرين. واحد صاحب مطعم بإربد، فتح مطعم بإربد، وبتعرف المطاعم الكبيرة في إربد لازم يكون عندك معلم شاورما ومعلم بروستد ومعلم معجنات ومعلم مش عارف إيه، كلها معلمية وبدها فنون الشغلة. فتح المطعم وبذل أموال هائلة جدا، إجوا هالناس صار له سمعة المطعم إلى آخره. لما صار له سمعة وحركة اجى معلم الشاورما وقال لصاحب المطعم انا والله 300 دينار او 350 دينار ما بكفونيش، انا بدي 450 دينار. يا ابن الناس بتوفيش معي، والله انت حر، بدك بدك ما بدكيش بترك لك المطعم بروح. صاحب المطعم شو بده يساوي اذا بدون مطعم بدون معلم شاورما؟ ولا شيء. المعلم البروستد نفس الشيء الاخير، فصار في نوع من الابتزاز. قال طيب
القرار رقم واحد. قال لهم أنا موافق، كل واحد الراتب اللي بده إياه بعطيه. بس شو كان؟ بدأ يراقب كل واحد بالضبط شو بيسوي. حتى إنه مرات يجي على صاحب على المعلم الشاورما يراقبه شوي خمس دقائق بعدين يزيحه، يقول له هات السكينة شوية، يمسك السكينة ويبلش إيش؟ يقشط بها اللحمة، خبص جرح دمر الدنيا مش مشكلة. أول سيخ شاورما ينكب، ثاني سيخ شاورما مش ينكب نصه، ثالث بعديها صار شو؟ معلم شاورما. هو يلي سوى هذا معلم شاورما، شو بدي خليه ما يصيرش هذا معلم شاورما؟ صح ولا لا؟ صار معلم شاورما، راعه تبع البروستد حفظها، تبع المعجنات حفظها، بس ملك الموضوع كله. عمل اجتماع للعمال قال لهم تعالوا أتخن واحد فيكم راتبه 200 ليرة. تبع الشاورما شو 200 ليرة؟ أنا بقيت أخذ من عندك 500 450. قال له 200 ليرة كلكم زي بعضكم، معلم الشاورما على معلم البروستد على اللي بنظف بشطف والآخري كلكم 200 ليرة. قلم قايم قال يا عم أنا طالع. قال له مع السلامة، تعال واحد جديد بتتعلم معلم شاورما؟ تعال أنا بعلمك هيك بتساوي 1 2 3، علمه معلم شاورما سوق عليه. قال له إذا بتفتح ثمك يوم على زيادة الرواتب شو سوي فيك؟ زي ها بكحشك. وبالتالي بطل بحاجة إنه واحد يعني فعلا إيش اسمه معلم، أتقن الموضوع، وهون دور الإتقان، أتقن الموضوع هو بذاته، وبالتالي لم يكن بحاجة إنه أي إنسان يتمنن عليه إنه أنا بعرف أسوي وبعرف شو أسوي. فأنا فهمت السلافة، أخذت القصة ونفس الشيء، جيت على معلم الفنان هذا قلت له يا عمي زي ما بدك ماشي، اللي بدك إياه أنا ماشي. وبدأت أنا إيش؟ أراقب فيه واحد واحد، صحيح خارج تخصصي بالمرة وخارج شغلي بالمرة، لكن بدأت بالمراقبة. حتى أني مرات أقول له يا زلمة هات خلنا أشوف بالله، أقص على هالماكينة على هالصينية، أقص على هالمنشار، أقص على فريزة إلى آخره، كل المصطلحات صرنا خبرة فيها. حتى أنه أكلت ضربتين من الماكينات على إيدي، وضربات ماكينات نجارة والله إنهن بوجعن، فأكلت ضربتين ومش مشكلة مش مشكلة، بس أنا لازم أتعلم. حتى أني أتقنت كل العملية من الألف إلى الياء. بعدها قلت له يا عمي بدك على القطعة بعطيك، بدك يا عمي براتب بعطيك، بس مش زي على السوريف القديمة، على السوريف اللي أنا بتروق على بالي. قال لي يا عمي أنا السلام عليكم. سلام عليكم. جبت واحد بس بده يعيش حياة كريمة، بدوش يبتز الناس. قلت تعال أنا بعلمك، ووقفت معاه حتى أني علمته. وهو بيعرف الآن أنه أي لحظة بده يلف إذنه هيج ولا هيج وبسوي فيه، يا عمي مع السلامة منجيب غيرك ومنعلمه، ما في عندنا مشكلة. وهذا هو مهمة الإنسان في أن يتقن الشيء. يعني شو الفائدة اللي بيجنيها الإنسان من وراء الإتقان؟ أنه يتقن الشيء بكامل حذافيره. الآن البرواز الخشب والصندوق الخشب هاي أساسيات النحل، الشمعة هي الأساس الثاني، الشمعة اللي بيحطوها داخل البرواز اللي بيبنيها النحل. اكتشفت أنا في الأردن أنه المصادر اللي احنا بنجيبها للشمع إما من أوروبا أو من الصين أو من مصر. أوروبا ارتفع اليورو بنصير نعيط بنبطل نقدر نستورد. الصين زاد الطلب العالمي في أمريكا وفي أوروبا على الشمع، الصواينة إيش؟ شمطوا السعر، صرنا احنا هون نقاقي. بمصر صار في عندنا الثورة هاي، أول ما دقوا جماعة الثورة هذول راحوا حرقوا مصنع البرافين اللي هو الشمع اللي بيساوي شمع الأساس، ارتفع شمع النحل من إلى. طب وبعدين لما احنا بدنا نضل يعني ورا السلافة هاي، قررت إني أساوي إيش؟ مصنع للشمع. فقررت إنه نصنع شمع الأساس في الأردن، والآن حاليا احنا في دور استدلاب الماكينات. ومن أهسه أنا حاط ببالي أول ما تيجي الماكينة مع الخبير أنا اللي أتعلم، أنا بدي أتعلم الشمعة من ألف إلى الياء، بعديها ربنا بيسر 100 شغيل. الآن قد يتبادر للذهن أنه عملي هذا في النحل وفي الزراعة وإلى آخره ربما قد أشغلني أكاديميا، لكن الحمد لله رب العالمين عندي أكثر من 25 ورقة عالمية منشورة في مجلات عالمية ويشهد فيها الجميع. حصلت على 5 جوائز إقليمية ومحلية، أولها جائزة المنظمة العربية للتنمية الزراعية الإبداع الزراعي، وثانيها كانت جائزة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الإدارة البيئية، وثالثها كانت جائزة السوسنة للتميز الزراعي في الأردن. حتى اللي هم نقابة المهندسين الزراعيين كرموني بسبب اللي هو إنجازاتي في بشكل عام في الزراعة. وأخيرا طلاب قسم الموارد الطبيعية اللي هو أنا بدرسهم أيضا كرموني كأفضل مدرس
في القسم. ولل للمفارقة أنا لما جيت على التيدكس قالوا لي في عندك اثنين معاك مجال تدعي اثنين، فأنا طبعا دعيت المدام رقم واحد، والثاني والله تحيرت وظلت السلافة علقانة بعرف إذا صالح هون ولا لا، حتى إجا حكى معاي واحد وأنا بقول دكتور أنا بدي تعطيني المقعد الثاني تبع التيدكس، فقلت له مين أنت؟ فقال لي أنا طالب رسبتني الفصل الماضي على الحضور والغياب. فقلت له على طول على بركة الله فأعطيته المقعد الثاني، بعرفش عاد إذا حضر ولا لا، لكن حتى الطلاب اللي بيدرسوا معي وبيرسبوا يعني بيشهدوا أنه هذا الدكتور متميز، مش مشان أحكي عن نفسي وإنما أنه الإنسان يستطيع أن يتقن جميع الأشياء، يستطيع أن يتقن جميع الأشياء مع بعض البعض. وأخيرا كانت جائزة هشام حجاوي وهي من أكبر الجائزات على المستوى الوطني للإبداع العلمي، هذه كانت في سنة 2010 الحمد لله رب العالمين. أشرف على العديد من طلبة الدراسات العليا، ربما من أكثر الناس من يشرف على طلبة الدراسات العليا في القسم، وأيضا عضو في العديد من اللجان الوطنية. فالحمد لله يعني بالشغل الأكاديمي والبحثي والتدريسي على أكمل وجه، وأيضا شغلي الخاص على أكمل وجه الحمد لله رب العالمين. بس قبل ما أنهي بدي أحكي لكم شو اللي أعجبني بالنحل، وهذه ربما فيها دروس اللي علقوا ببالي وموضوع الإتقان والآخره اللي هو النحل. وأول شغلة مهمة جدا في النحل أنه لا يدجن. الإنسان بربيه له 4,000 أو 5,000 سنة لم يستطع الإنسان أن يدجن النحل. فالنحل يتعامل بطبيعته، حتى لو حطيته بصندوق، حتى لو نقلته، حتى لو شو ما سويت فيه، يتعامل النحل بغريزية مطلقة. وهذه مهمة جدا. إحنا شعوب وأجيال اتدجنا، فقدنا فطرتنا وفقدنا غرائزنا الأصيلة. جدا مهم من الإنسان يتعلم من النحل أن لا يفقد فطرته وأن لا يفقد غريزته الأساسية الأصلية اللي بتأدي للنجاح. الشيء الثاني اللي أعجبني في النحل، كل فرد، كل حبة نحل، هذا احنا بنسميه طرد نحل، طرد سوارم. الطرد هذا ممكن يكون يعني ممكن يكون فيه 6,000 إلى 10,000 نحلة. هذول كل نحلة تقوم بعملها دون أن تلتفت إلى الآخرين شو بيقوموا بعمل. يعني مش فلان شو سوى أنا بسوي، أو فلان شو سوى أنا بسوي، هذا سوى بسوي، هذا سواش بسويش. لا، أنا كل فرد يقوم بجهده على أكمل وجه بغض النظر عن الثانيين قاموا بواجبهم ولا لا. لكن شو نتيجة هذا العمل الفردي؟ احنا منقولش عن النحل نحلة، منقول عنها خلية. فما يظهر إلنا احنا بالنسبة إنه هو مجتمع متكامل يعمل بشكل متناسق، لكن هو حقيقة الواقع كل نحلة تعمل بمفردها بمعزل عن الآخرين. وهذا كمان مجتمعاتنا لازم تتعلمه. كل شيء مفيد بالنحل، حتى لسعته اللي بتوجع هذه مفيدة جدا ويستخرج منها علاجات. يهابه الناس لكنهم يحتاجون إليه، وهي مهمة لدكتور الجامعة. يهاب الناس، فيش طالب بيقحمك، لكن كلهم بحاجتك وكلهم بيقدروك وبيحترموك، هذه مهمة جدا أيضا في المجتمع. عملية اتخاذ القرار، هذا الطرد 6,000 10,000 نحلة لما بده يشوف مكان يختار مكان يسكن فيه، مش الملكة اللي بتختار ولا الذكر بيختار ولا عاملة عن جنبه بتختار ولا بيعملوا تصويت ديمقراطي والأكثرية بتفوز، لا، لا ديكتاتورية ولا ديمقراطية في النحل. وهذا مجتمع ناجح له عشرات الآلاف من السنوات، لازم نتعلم منه صح؟ لا ديكتاتورية ولا ديمقراطية. طب مين بيتخذ القرار؟ مجموعة خبراء. يعني أكثر النحلات اللي دورن وشافن وخبرن كل العمليات الأساسية من الألف إلى الياء، وعندهم صار خبرة وإلمام بكل العمليات اللي بتصير جوا الخلية، 100-200 نحلة، هذول اللي بيقرروا. فحتى إحنا ديمقراطياتنا فاشلة، ليش؟ لأنه المجنون اللي بداير بالشارع له صوت، والبروفيسور له صوت، اللي بيفهم له صوت،
والما بفهمش إلى صوت مساوي. في عندنا إيش اسمهم أهل العقد والحل في الشريعة الإسلامية، وهو موجود في عالمنا الطبيعة اللي هم بسموهم أهل الخبرة. وهذول ليش سموهم أهل الخبرة؟ لأنهم أتقنوا كل مراحل العمليات الإنتاجية من الإلف إلى الياء. وهاي آخر شيء، كل نحلة تصبح خبيرة وتتقن كل أعمال الخلية بنفسها من دون ما تعتمد على الآخرين. النصيحة الأخيرة، دائما الإنسان يحاول أن يبحث عن عمل للحصول على مال، وهو شيء ضروري جدا أساسي، ولكن ربما أيضا يبحث الإنسان عن عمل لأنه يجيده بمهارة. يعني خلني يجي واحد ممكن يشتغل بالحاسوب لأنه بجيب له مصاري، واحد لا بيشتغل بالحاسوب لأنه شاطر كثير على الحاسوب، يعني هو متقن أو ماهر جدا في الحاسوب. ربما تتقاطع الشغلتين، أنك تعمل شيء للحصول على المال وبنفس الوقت تتقنه بمهارة، وهذا شيء جيد. وفي أعمال ممكن أن تقوم بها لذاتها، تحبها لذاتها. يعني أنا بحب أربي النحل لأني بحب أتعامل مع النحل، وبحب أربي نحل لأنني أجيد تربية النحل بمهارة. وأيضا مش غلط إنه عمل النحل أيضا يجلب لي المال. فأفضل توليفة ممكن الإنسان يحصل عليها في حياته أن يعمل بعمل اللي هو في النص هذا، أن تعمل عمل تحب لذاته وتجيده بمهارة وتحصل من خلاله على المال. هاي أحسن شيء في الدنيا، صح؟ شغلة بتحبها لذاتها وتتقنها بمهارة وبتجيب لك مصدر دخل مشان تعيش بكرامة. هذا اللي احنا بنسميها وظيفة الأحلام. وبالتالي أنا أنصح الجميع، وهو طبعا شيء أساسي فيها كلها، أن تبحث عن الإتقان. وفي نهاية المطاف حقيقة أنا بدي أتوجه بالشكر الجزيل لوالدي، والدي ووالدتي، اللي هم على الرغم من أنه ما شعرونيش كثير أنه أنا بنجز في حياتي، لأن أشعر داخليا بعرف أنه هم بيعرفوا أنه أنا أنجزت الشيء الكثير، وطريقتهم في التحفيز تختلف عن طريقة الكثير. كمان أيضا بتشكر مدامتي وزوجتي العزيزة اللي ساندتني أيضا في خلال الدربة الطويلة والطريق الطويلة، وعانت على نفسها على الرغم من ثقل الحمل، فشكر جزيل لها. والشكر طبعا لكل المنظمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.